صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. بيروت ام الحضارات وتقاطع الطرق ما بين الشرق والغرب. بيروت اللي قامت من بين الرماد مرات عدة، وهي شبيهة بطير الفينيق ما بتموت ابدا. اختيرت بيروت عاصمة عالمية للكتاب لعام 2009، وشهدنا حركة سياحية هيدي الصيف واحتفالات ومهرجانات دولية، فصارت بيروت هي بحد ذاتها احتفال للثقافة والفن والسلام. ما هو أجمل من عربون شكر لعاصمة بيروت، عاصمة التنوع الثقافي وملتقى الحضارات، أكيد إلا إصدار لدليل سياحي بيجمع كل الأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية بعاصمة الجمال والحياة بيروت. السيدة فرانسواز حبيقة، أهلا وسهلا فيك باستديوهات الأم تي في. حضرتك حائزة على إجازة بعلم الآثار من جامعة الأيو إل بالكسلي، من الجامعة اللبنانية، بعلم بعد تاريخ الهندسة بالأيو إل بالكسلي، داكور، سنة 1987 من الجامعة اللبنانية، وكمان حائزة كمان على شهادة باللغة الإيطالية من المركز الثقافي الإيطالي ببيروت، وحضرتك مثل ما قلتي بتدرسي الاركيولوجي بالجامعة، مش اركيولوجي، تاريخ الهندسة، تاريخ الهندسة، استوار دو لارشيتكتور، استوار دولار، استوار دولار، داكور. وكمان بتشتغلي كمرشدة سياحية، جيد توريستيك، تور كولتورال، وفات دي تور كولتورال، يعني بتزوري كل الزيارات السياحية، نعم، وعضو كمان بيس امباسادور باليونيفرسال بيس فيدريشن اللي هي او ان جي، كما انك عملتي كصحفية بجريدة الحياة ما بين 92 و94، وكمان مثل ما هلا قلتي لي برات الهواء انه عملتي ستاج بالنمسا في اركيولوجيك بالحفريات الاثريه، حفريات الاثريه مع متحف شتات ميوزيوم بلينز كمان وجامعه سالزبورغ، نعم. واصدرتي اول دليل سياحي بيحكي عن بيروت اللي هو باللغتين الفرنسيه والانجليزيه، اسمه بيروت جايدد كالتشرال فيزيت او بيروت فيزيت كولتشرال، اللي انا عم بقريه يعني اكتشفت بيروت، لانه حضرتك الحلو انه منك عملتيه كثير تقني اكثر ما هو كمان في تاريخ بيروت، وفي كمان شخصيات مهمه من بيروت، وعدا اكيد بتصور انه في كل المعلومات اللي ممكن سايح اجنبي يكون عم بيبحث عنه. سؤالي هو، هل السبب الأول لإصدار هيدا الدليل السياحي عن بيروت هو تسمية بيروت عاصمة عالمية للكتاب سنة 2009، أو هو مشروع كان عندك إياه من قبل هالحدث؟ لا، أنا بعمل على طول بعمل ريسيرش، نعم، ريسيرش جمعتها عام 2008، وكان سبب اشتغلت قبل لوزارة السياحة، عملت لهم بروشورات، وبيروت يعني البروشور تبعها شوي هيك إنه ما بتوفي بالغرض مثل ما لازم. على طول كنت فكر انه بيروت لازم تكون ريبارتي ان سيكتور، لانه ما في جيد بيخليك تقدر تزوري بيروت تقري يا تاريخ يا جغرافيا يا اثارات، بس انه تمسكي كارت وتبرمي بيروت ما في جيد عن هيدا. هلا انا باسوسياسيون اسمها اركيو اكت، نعم، تهتم بالسيت اركيولوجيك، عم نهتم هلا بعين عكرين، هن الماب باركيو اكت صار بدنا نعمل كتاب، بدنا نعمل كتاب، واجت بيروت 2009 عاصمه عالميه للكتاب، صحيح، وبعتنا لوزاره الثقافه انه للعاصمه العالميه للكتاب للمكتب هونيك بوزاره الثقافه شو الفكره عن الكتاب، مولوا، نعم، ويعني مش مولوا كل البروجي، ساعدوا بشيء يعني 500 دولار، نعم، نسبه معينه، نسبه معينه، وانا عملت الباقي، جمعنا كل شيء، يعني صار في، اذا فينا نقول انه دعم من وزاره الثقافه، نعم، اللي شجعوكم اكيد لتقدروا تعملوا هذا. ليك ظروف ثاقبت يعني انه تكون بال 2009 تثاقب انه ببيروت عاصمه عالميه للكتاب، بس انا ما كنت مفكره انه بدي اطبعوا الكتاب، نعم. بس الاركيو اكت كثير، لا لازم تعملي لنا كتاب، لازم، لا، هو اول كمان دليل، اول دليل، ما في دليل سياحي عن بيروت، هيدا من اذا بتشوفي باخر الكتاب في بوشات وفيها كارت، فيها كارت البلان تبع بيروت من ميل، ومن ثاني ميل سانتر فيل دو بيروت ريبارتي ان سيكتور، مقسم لسيكتورات، لان انا قسمت بيروت لاربع زونات، نعم، هلا رح نحكي زون بي زون سي زون دي، نعم. بالمقدمه بتحكي عن اكيد تاريخ بيروت من القرن الثالث قبل المسيح، يعني ايه يعني لا تقريبا لليوم لأي مدى
بيروت تأثرت كمدينة، لأنه أنت حضرتك علمي أثرية، بكل هالحضارات اللي التقيت فيها. دايما الحضارات حتى لو كانت اوكيباسيون احتلال او مرور او شيء، على طول لها تاثير، على طول لها تاثير. بيروت تاثرت اكيد بكل الثقافات، بكل يعني، وكل فتره لها شيء خصائص بتميزها عن غيرها. نعم. مثلا من الفتره الفارسيه شيء هيك شوي اوريجينال، انلقى سيموتير دوشيان، مقبره كلاب. نعم. ما انلقى غير باسكالون بفلسطين المحتله، عن انلقى حوالي 2500 هونيك، هون انلقى بالعشرات، انلقى ببيروت. يعني هيدا شيء انلقى بالفتره الفارسيه، ما انلقى بفتره ثانيه. نعم. الفتره اليونانيه الستاتويات، الجراس بالستاتويات الموجوده كمان مهمه، والبيوت اللي انوجدت من الفتره اليونانيه، مع ارميد، مع مطابخ فيها، مع البواب الكوميونيكانت بيناتها. بعدين بيروت كان فيها مدرسه الحقوق. نعم. كانوا يجوا من كل جهات العالم تيدرسوا الحقوق ببيروت. وبعد في اثار هي مدرسه الحقوق، كمدرسه حقوق بعد ما لقيت لها، ما اكيدين وين. أوكي. وين موجوده. نعم. في بيقولوا لك معقول تكون هون او بس ما لقيت، كانه هيدي هي مزبوط مدرسه الحقوق. تاثرت اكيد كل الحضارات، المرأيت مرق فيها كل الحضارات بيروت. نعم. اكيد تاثرت بجميع الحضارات. نعم. وبردون في مثلا اذا بنقشع البيت اللبناني، وبعدين عم نلاقي كل الستيل اركتكتورال موجودين، كيف النيو جوتيك، الار نوفو، الار ديكو، كله موجود. هيدا تاثير كله.